اهلا بكم من جديد. ضيفنا النهارده له شهره عالميه، يمكن بس لاول مره بيظهر على احدى القنوات المصريه. ضيفنا النهارده تنبأ بثورات الربيع العربي سنه 2003، يعني قبلها بثمان سنين، وبيتنبأ بنهاية العالم وبحرب عالمية وشيكة. يتحدث في السياسة ويتحدث في الدين. اسمه الشيخ عمران حسين، هو عالم وفيلسوف إسلامي من مواليد ترينيداد، جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي عام 1942، من أبوين أصولهم هندية، إلا أن الآن هو يعيش في ماليزيا، ودرس في الأزهر، في جامعة الأزهر، وفي المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، ودرس في جامعة ودرس في العديد من الجامعات. بس أنا مش عايزة أضيع وقت في تقديمة طويلة حرصا على وقتنا معه. السلام عليكم شيخ عمران حسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية يعني تنبأت، أنا عارفة أن حضرتك لا تحب كلمة تنبأت، ولكنك تحدثت عما سوف يحدث في العالم العربي من ثورات منذ زمن بعيد، يمكن من أكثر من 10 سنين. وقلت وقتها بشكل واضح إن ما سوف يحدث الهدف منه مصر بشكل خاص. هل لك أن تشرح لنا أكثر، أن تذكرنا بما قلته، أن تشرح لنا ما الذي قصدته بهذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليك يا رولا وإلى الجمهور المشاهد في مصر. أنا أحب مصر وكنت أرنو إلى زيارة هذا البلد العريق، ولكنكم كنتم تعانون لمدة طويلة، ليل طويل معاناة استبداد، والثورة التي وقعت في مصر كانت تهدف إلى وضع نهاية لهذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الطغيان. وعندما أرى أن الوضع الأمني في مصر أصبح أكثر قوة سأعود إلى مصر وسأزور مصر بالطبع. لقد كنت في زيارة إلى سيدني بأستراليا في عام 2001، أي منذ أكثر من 11 عاما، وفي هذا الوقت كنت ألقي محاضرة تنبأت فيها مسبقا بوجود بهجوم صهيوني ضد العراق. لقد تنبأت بهذا الاعتداء الصهيوني على العراق، وهو الأمر الذي وقع عقب هذا التنبؤ بعامين، وأن هذا الطغيان والاعتداء الصهيوني سيؤدي إلى ثورة عربية، ولكني كنت مخطئا، فقد احتاجت هذه الثورات إلى مضي 11 عاما قبل أن تنطلق، ولكني أرى أن نفس هذا السبب يمكن أن يكون أحد أسباب هذه الثورات العربية. إن إسرائيل تود أن تشن حروبا ضد العرب وبصفة خاصة ضد مصر، إن إسرائيل ستحاول التوصل إلى أي سبب أو عذر أو أي حجة
لكي تبرر شن هذه الحروب. إن إسرائيل والصهاينة سيحاولون إقامة ثورات عربية في كل الدول العربية وخاصة في مصر. إن هذه الثورات قد تؤدي إلى إجراء انتخابات تؤدي إلى وصول حكومات إسلامية إلى الحكم، والتي ستكون أحد المبررات والذرائع التي تستغلها إسرائيل للتحقق بوجود إرهاب، وأن إسرائيل تتعرض إلى خطر مباشر من قبل هذه الحكومات الإسلامية التي تود القضاء على إسرائيل. ولهذا السبب توصلت إلى نتيجة أن الاعتداء على العراق سيكون من أحد أسباب إثارة الثورات العربية، وقد كنت محقا، ولكن هذه الثورات وقعت بعد هذا بسنوات طويلة. ربيع العربي على اعتبار أنه ربيع إسلامي، يعني تعتبر أن هذه الثورات أو أن صعود الإسلاميين في العالم العربي مخطط له؟ Yes, I mentioned لقد ذكرت just now للتو and there are several essays أن هناك on my website على موقعي الإلكتروني www.imranhussain.org in which I have analyzed حللت فيه the Arab Spring أن الربيع العربي was meant to deliver يهدف إلى إعطاء بعض المزايا إلى الصهاينة، ولكن أرى أن ليس هذا هو الربيع العربي الأول، ولكن هذا الربيع العربي وقع منذ 100 عام سابقة مع ظهور الوطنية والقومية العربية. كان هذا هو الربيع العربي الأول الذي أدى إلى تقويض الإمبراطورية التركية والعثمانية في العديد من الدول العربية، والذي أدى إلى ظهور حكومات في الدول العربية قادرة وترغب في إقامة علاقات وطيدة مع إسرائيل ومع الصهاينة. وأنا أرى أن الآلاف والملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للاعتراض كان لهم حق في هذا الاعتراض. Arab uprising إن هذه الثورات العربية تتهم بأنها كانت مخطط لها وأنها مؤامرة سابقة، ولكن الأمر ليس كذلك. إن الربيع العربي يهدف إلى إعطاء بعض المزايا إلى إسرائيل وإلى الصهاينة، وأنا أود أن أذكر بعض هذه المزايا. الشيخ عمران، أهم هذه المزايا a way for elections to take place, which are now taking place. قيام انتخابات في العديد، وهو الأمر الذي يحدث في العديد من الدول العربية، وأن هذه الانتخابات قد تؤدي إلى انتصار ما يسمى الأحزاب الإسلامية، وأن هذه الأحزاب الإسلامية عندما تصل إلى الحكم وتتولى الحكومات سيستغل الصهاينة هذا النجاح من أجل الإعلان للعالم أن الإسلام أصبح الآن في حالة صهوة، وأن هناك تيارات إسلامية تجتاح العالم العربية حاليا، وأن هذا البزوغ الإسلامي يمثل تهديدا عميقا لإسرائيل. وكما تقول وسائل الإعلام في أنحاء العالم والتي يسيطر عليها الصهاينة، تحاول إقناع الإنسانية والبشرية أن الإسلام يمثل تهديدا قاتلا لإسرائيل وتهديد إلى باقي الجنس البشري بأسره،
وبهذا تتمكن إسرائيل من إعلان وشن الحروب على الدول العربية. ويمكن أن أفسر لكم أسباب شن هذه الحروب، لأن معرفتي بآخر الزمان الإسلامي ستحاول إسرائيل أن تستغل هذه المعلومة وهذا العلم من أجل شن حروب مخطط لها مسبقا. وأول الدول المستهدفة بهذه الحرب أرجوك افعل هذا، يعني من علمك في آخر الزمان لماذا، ما هي مصلحة إسرائيل في أن تشن حربا على العالم العربي أو على مصر بشكل خاص؟ أظن أنك تقصد أن مصر هي المستهدفة بشكل خاص. وهل أفهم من كلامك أن التيارات الإسلامية هي التي ستصل بالفعل للحكم؟ I would like you to ask your questions only one at a time. أنت تطرحي سؤالاً واحداً. Sorry, I have a lot of questions. Would Egypt? Why would sorry? Why would Israel? لماذا and the Zionists إسرائيل والصهاينة يرغبون في شن حرب ضد العالم العربي؟ ولماذا يستهدفون مصر بصفة خاصة؟ الإجابة على هذا السؤال يمكن أن نجده في علم آخر الزمان. إن الله سبحانه وتعالى وعد بني إسرائيل بأن يرسل إليهم نبيا معروف باسم المسيح. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المسيح وهو النبي عيسى عليه السلام سيكون هو الحاكم العادل. Of course, ruling every square inch. بالطبع لن يحكم شيكاغو أو نيويورك. لن يحكم شيكاغو أو نيويورك، ولكنه سيحكم بمعنى أن سيكون لن يكون هناك حاكم آخر في العالم يمكن أن ينافسه على حكم العالم. وعندما أرسل الله المسيح، آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي أن جزء من بني إسرائيل آمن به، ولكن الأغلبية رفضت المسيح وظهور المسيح. وعندما رأوه يموت أمامه ويصلب أمامه اقتنعوا أن لا يمكن أن يكون هو المسيح الموعود، رغم أنه ادعى هذا. لذلك هم ينتظرون المسيح الحقيقي لكي يظهر، وهم يعلمون أن الله عندما يعطي وعدا هو ليس مثل واشنطن، عندما يعطي وعدا فإنه ينفذ هذا الوعد. لذلك هم ينتظرون ظهور المسيح الحقيقي، وعندما يظهر فإنهم يعلمون أنه سيعيد العصور الذهبية وأنه سيحكم العالم من القدس، وأن بني إسرائيل سيعودون إلى السيطرة والحكم حكم العالم كما كانوا في أيام النبي داود والنبي سليمان عليهما السلام. ولكن ما لم يدركه بنو إسرائيل وما لم يدركوه لمدة 600 عام أنهم لم يصلبوا المسيح، أنهم لم ينجحوا في قتل المسيح، ولكن شبه لهم. إن الله جعلهم يتخيلون أنهم قتلوا المسيح، ولكن الله رفعه إليه، وفي يوم ما سيعود، لأن كل نفس ذائقة الموت وعلى المسيح أن يمر بتجربة الموت. المسيح سيعود، ولكنهم لم يدركوا هذه الحقيقة. وعندما ذكرت هذه الحقيقة في القرآن رفضوا القرآن ورفضوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهم ما زالوا في انتظار المسيح. وعندما سيظهر سيحكم العالم، وإن كان سيحكم العالم عليه إذن أن يحكم العرب. إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أقوى صوت في العالم، قال وأعلن أن الله خلق الإنسان to impersonate the Messiah.
وقلق الإنسان وأن سيكون هناك المسيح والمسيح الدجال. وعندما يظهر المسيح الدجال سيحاول أن يقلد النبي المسيح ويحاول أن يحكم العالم من القدس. يمكن الآن أن نفهم الأحداث التي وقعت عبر تاريخنا السياسي. منذ 2000 عام مضت قام الله بطرد اليهود من الأرض المقدسة وحرم على قريتهم أهلكناها أنهم لا يرجعون. لقد حرم عليهم العودة إلى هذه الأرض المقدسة. منذ 2000 عام قام الله بتدمير دولة إسرائيل وشرد اليهود في كل مكان. وبعد هذا بألفي عام سألنا العلماء في مصر, علماء الدين في مصر, وسألنا المسلمين وعلماء الإسلام في كل مكان وفي مصر بالذات. The return of the Jews كيف نفسر عودة اليهود إلى الأرض المقدسة ويدعون أنها أرضهم بعد 2000 عام من طردهم؟ ما الذي يفسر عودة اليهود مرة أخرى وإنشاء دولة إسرائيل في الأراضي المقدسة عقب 2000 عام من تدميرهم من جانب الله؟ ما الذي يفسر هذا النمو كبير لهذه الدولة الإسرائيلية؟ From a baby that was born in 1948. إنها دولة صغيرة أنشئت عام 48 والتي أصبحت اليوم إلى دولة كبيرة قادرة على تدمير أجزاء من العالم بسبب الأسلحة النووية التي تمتلكها. دولة إسرائيلية في هذه اللحظة تحاول أن تحتل مكان الولايات المتحدة الأمريكية لتكون القوة الوحيدة العليا في العالم. ما الذي يفسر أن ما الذي يفسر هذا النجاح وما الذي يفسر عودة المسيح الدجال؟ إن إسرائيل ستحاول دائما أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية كقوة طاغية وحيدة في العالم. كما العالم شهد الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس وبعد هذا حلت محلها الولايات المتحدة الأمريكية, فإننا سنصل إلى المرحلة الثالثة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال أن عندما تنطلق المارد سيكون هناك وعند ظهور المسيح الدجال يوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. We have interpreted لقد هذا وصف هذا الحديث الأحداث witness ظهور المسيح الدجال. إن يوم كسنة نراه هو الإمبراطورية البريطانية ويوم كشهر هو عهد الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن الآن على أعتاب المرحلة الجديدة عندما ينحدر الولايات المتحدة لتحل محلها دولة إسرائيل كقوة عظمى. ولكي أختتم إجابتي على هذا السؤال, لكي تتولى إسرائيل السيطرة على العالم عليها أن تبدأ بالسيطرة على العالم العربي. ولكي تتحكم في العالم العربي ليس فإن إسرائيل عليها أن تشن حرب ليس فقط على العالم العربي, ولكن عليها أيضا أن تحاول أن تقلل قدر الإمكان الشهرة والسمعة الطيبة التي يمتع بها العالم العربي. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه بسنن أبو داود تحدث عن الوباء والأمراض
التي ستحل بالعالم، ولكن هذا الوباء والمسيح الدجال لن يتمكن من دخول المدينة ومكة أبدا. إذن السيطرة على العالم العربي لن يتم فقط عن طريق الحرب والأسلحة، ولكن أيضا ستكون هناك حرب بيولوجية. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عند مهاجمة العرب سيساق العرب مثل الغنم. ولهذا السبب أنا أنصح طلبتي، أنا الحمد لله أعلم مستوى الطلبة في مصر، وعندما تكون هناك حرب بيولوجية فإن آخر مكان في العالم تود أن تكون فيه هي المدن الكبرى. وأنا أنصح دائما طلبتي وتلاميذي أن يذهبوا إلى أطراف البلاد والقرى وليس التمركز في المدن. وبالنسبة لسؤالك حول استهداف مصر، إن مصر تحتل مكان الصدارة في العالم العربي، كما تحتل باكستان مكان الصدارة في الدول الإسلامية الغير عربية. إن السيطرة على باكستان وتدمير أسلحتها النووية وتقسيم باكستان إلى دويلات، فإن هذا سيؤدي إلى تدمير العالم الإسلامي الغير عربي. وإن نجحوا في تكرار أو إقامة هذه التجربة مع مصر وتفتيت وإضعاف مصر، فهذا يعني إضعاف وتفتيت العالم العربي بأسره. لهذا السبب فإن مصر دائما ما تكون مستهدفة. وإذا ما قرأنا التوراة فإننا نرى في التوراة جزء غير صحيح، وهو أن الأرض المقدسة تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات. هذه هي الأسطورة التي أضافوها إلى التوراة، لأن اليهود عاشوا في مصر لأكثر من 400 عام، وكنتيجة لهذا يشعرون أن مصر التي عاش فيها اليهود في عهد النبي يوسف عليه السلام عقب ظهور النبي موسى، يعني أن مصر جزء من الأراضي المقدسة، واليهود لم يعيشوا في مصر كلها. وأن عندما يقول في القرآن مصر فإنه لا يشير إلى دولة مصر بأسرها، ولكن مصر في القرآن تعني شرق الدلتا، الأرض المحصورة بين نهر النيل والبحر الأحمر. إذن إسرائيل تحاول ماديا احتلال هذا الجزء من مصر الذي عاش فيه اليهود، ومن أجل احتلال هذا الجزء ماديا في مصر فإن إسرائيل عليها أن تقوم بعملية غزو كاسح، ليس فقط الماء عن طريق الماء أو الجو، ولكن أيضا اكتساح أرضي في شرق مصر. ونحن رأينا ما قام به حلف الناتو في ليبيا عندما هجموا شرق وغرب ليبيا. إن ما حدث في ليبيا والثورة التي حدثت في ليبيا، وهي ثورة مسلحة التي أدت إلى انتقال الأسلحة وتهريبها من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج، أدى إلى تهريب الأسلحة. وعلى الشعب المصري أن يتساءل كيف دخلت الأسلحة إلى ليبيا، من سهل جهود دخول الأسلحة إلى ليبيا التي تم استخدامها لعزل النظام الحاكم والتخلص من النظام الحاكم. إن الصهاينة يسيطرون على ليبيا ويحاولون السيطرة على ليبيا، وفي هذا اليوم الذي سقطت فيه ليبيا وسيطر وتحكم حلف الناتو على ليبيا، فإن العناق أصبح أكثر تقييدا على مصر. تتحدث عن حرب وشيكة، شيخ عمران ما تقصده أنت؟ تتحدث عن حرب وشيكة
يعني هل لديك تفاصيل وشيكة؟ يعني نتحدث عن هذا العام، نتحدث عن أعوام قادمة، أيضا تحدثت، معلش أنا أعلم أنك لا تحب أن أطرح أكثر من سؤال، ولكني أشعر بأن الأسئلة متصلة بعضها البعض. عندما نتحدث عن الوضع في مصر، أنت أيضا تحدثت في إحدى محاضراتك عن مذابح في مصر، ما الذي قصدته بالمذابح التي قد تحدث في مصر؟ I would like you to ask أطلب منك أن تسأليني سؤالا واحدا فقط في كل مرة. ولكي أجيب على السؤال الثاني، إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن آخر الزمان، وليس علم آخر الزمان، عن آخر الزمان، وأن العرب سيتم اكتساحهم، أن هناك حرب وهجوم على العرب، وقال أنها ستكون حربا بيولوجية. إننا كنا نستخدم في العصور الوسطى كلمات المقابل لها في العهد الحديث هي الحروب البيولوجية، الحروب الوبائية. ووفقا لفهم للأحداث والجدول الزمني لأحداث آخر الزمان، كرست وقت طويل ومجهود كبير لدراسة علم آخر الزمان، وشعرت بالإحباط أن هذا الموضوع لا يتم دراسته بطريقة مناسبة في المؤسسات الإسلامية. لا يمكن أن ندرس آخر الزمان عن طريق القرآن والحديث فقط، ولكن علينا أيضا أن يكون لدينا دراية كبيرة بالسياسة الدولية والاقتصاد الدولي، وكذلك السياسات النقدية العالمية. هناك العديد من الحركات الإسلامية والتيارات الإسلامية الغير قادرة حتى يومنا هذا على فهم السياسة التي يتبناها صندوق النقد الدولي والعملات الأجنبية مثل العملة المصرية وغيرها، والتي تدار بطريقة محرمة، وأن المؤسسات والاستثمارات المالية بها بعض الشوائب. إن هذا جزء من علم آخر الزمان الغائب تماما في المؤسسات الدينية الإسلامية والعلم الإسلامي الحديث. إن الدراسات الإسلامية أحبطت الأمة وفشلت في أن تفسر حقائق العالم اليوم، ونحن بحاجة إلى دراسات إسلامية متجددة وعلماء إسلاميين قادرين على استخدام القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من أجل تفسير حقائق عالم اليوم، حقائق نفسر فيها كيف أن الدولار الأمريكي على وشك الانهيار. هل تعلمين يا رولا أنني كنت أقول في لمدة 15 عاما أن الدولار الأمريكي سينهار وأن الاقتصاد الأمريكي سينهار؟ هل كان أحد الملائكة هو الذي أخبرني بهذه المعلومة؟ هل هناك جني هو الذي أخبرني بهذه المعلومة؟ لا، ولكني توصلت إلى هذه النتيجة بسبب دراستي إلى السياسات النقدية العالمية كجزء من دراستي العلم لآخر الزمان. إن الكارثة التي ستحل، الحرب البيولوجية التي ستحل، متوقعة.
متى؟ إننا الآن وخلال أشهر قليلة قد تقع أو بعد هذا لا أعلم، إن الله هو أعلم مني بهذا، إن الاقتصاد الأمريكي سينهار، إن الدولار الأمريكي سينهار، إن العملات النقدية في العالم بأسره ستنهار، سيكون هناك حالة من الفزع، سيكون هناك جهود محمودة من أجل التخلص من الأوراق النقدية حتى يتم التخلص منها تماما، وهذا سيؤدي إلى ظهور الأموال الإلكترونية أو الرقمية، وهذه العملات أو الأموال الإلكترونية لن تكون تحت تصرف الحكومة ولكن تحت تصرف البنوك. ومن يتحكم في النظام البنكي الدولي العالمي؟ الكل يعرف أنهم الصهاينة هم من يتحكمون في البنوك. إذن إن غوانتانامو المالية أصبحت قريبة جدا منا، إن إسرائيل وكما أتنبأ قد ستبدأ إسرائيل في شن حربها قريبا جدا، قد يكون في غضون بضعة أشهر. أعتقد أن إسرائيل لديها 4 أهداف رئيسية. أولا باكستان، استهداف باكستان، لأن وفقا لتوراة الصهاينة لا يجب أن يحصل أي مسلم على أي سلاح، فقط إسرائيل التي يحق له امتلاك السلاح ولكن المسلم لا. إذن سيتم استهداف باكستان، وهو ما نردده منذ 20 عاما، إن أحداث 11 من وانهيار البرجين في الأمريكيين كان أحد الذرائع التي تم استخدامها للسيطرة على أفغانستان، ليس بهدف استهداف أفغانستان أو احتلال أفغانستان، ولكن استخدام أفغانستان كقاعدة لتدمير الأسلحة النووية الباكستانية وتدمير باكستان وضمان أن التخلص من باكستان كتهديد لهم. إن جزء من شمال غرب باكستان سيستقل وسيتم ضمه إلى أفغانستان، جزء من كشمير سيتم ضمه إلى الهند، جزء من السند ستسيطر عليه الهند، وما يتبقى من باكستان سيكون بعض الفتات التي يسهل السيطرة عليها من جانب دولة الهند. إذن الهدف الأول باكستان، ولكن هناك هدف ثاني وهو سوريا. إن الصهاينة لا يقبلون بالهزيمة، وعندما تفشل كل محاولتهم سيقومون بانتهاك القوانين الدولية وسيهاجمون سوريا لتحويلها إلى ليبيا أخرى. وأعتقد أن تركيا قد تلعب دورا كبيرا في مهاجمة سوريا، وهذا سيضر بمصداقية الحكومة الإسلامية في تركيا. ثم هناك الهدف الثالث وهو إيران، يودون مهاجمة إيران ليس لامتلاكها لأي منشآت نووية، هذه هي الذريعة الظاهرية، ولكنهم يودون مهاجمة إيران لأنهم لا يميلون إلى الحكومة الإيرانية الموجودة حاليا. إن هذه الحكومة الإيرانية الحالية قادرة على مجابهة بهت أطماع الصهاينة وتدعم تحرير الفلسطينيين من القمع الإسرائيلي، إنها حكومة لا يرغبون في رؤيتها. إن مهاجمة إيران سيكون بهدف تغيير النظام الحاكم في إيران ووضع واستبدالها بحكومة شيعية يكون بها أجندة شيعية
الشيعية مسيطرة ومحاولة وضع الشيعة ضد السنة. شيخ عمران، وهذا يعني وجود حرب أهلية في العالم الإسلامي، والآن الهدف الرابع هو مصر. أنا لا أعلم أي من هذه الأهداف الأربعة ستكون هي الأولى أو الهدف الأول، ولكني أعلم أن أحد هذه الدول سيتم مهاجمتها قريبا جدا. أنا أريد يعني أن أعود إلى مصر، تحدثت عن أكثر من مكان. سوريا الآن الوضع مشتعل، هناك تهديد بحرب ما بين إسرائيل لإيران، ولكن مصر في كل هذا ما الذي سيحدث فيها؟ تحدثت، كنت قد طرحت عليك فيما قبل سؤال عن المذابح التي توقعتها في مصر، ما المقصود بهذه المذابح؟ مصر I have not used the word massacre. عفوا، أنا لم أستخدم لفظ مذابح. I have referred to the hadith. ولكني أشرت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Who spoke about biological تحدث warfare عن الحرب البيولوجية واكتساح العرب والقضاء على العرب. The plague would not enter Mecca and Medina. وعندما قال أن الكفار لن يدخلوا المدينة أو مكة، وأعتقد أن سيكون هناك استهداف لجزيرة العرب. In Saudi Arabia أنا أعتقد أن السعوديين يخططون بالفعل للهروب إلى مكة والمدينة ويلجأوا إليها للهروب من الهجوم الإسرائيلي الصهيوني، فهم يعلمون أن شن الحرب الصهيونية على العرب فإن هذا يعني انتشار الحرب البيولوجية والوبائية. وأعتقد أن الهجوم على مصر سيقع وهو هجوم وشيك، لأن مصر هي الأقرب إلى إسرائيل، وإذا تم القضاء على الشعب المصري وتقليل أعدادهم بنسبة كبيرة جدا فهذا سيكون لمصلحة إسرائيل. كيف يمكن أن نحمي أنفسنا ضد هذه الحرب الوبائية أو البيولوجية؟ يجب أن تنقسم إلى مجتمعات أو مجموعات صغيرة، لا أتحدث عن مجموعات من 10 مليون أو أكثر، ولكن أقل من هذا، عليكم أن تفروا إلى الريف، إن سكان المدن سيموتون حتما عند شن الحروب والحرب البيولوجية، إذن عليكم أن تفروا إلى الريف. أنا لم أستخدم لفظ مذبحة، ولكن سيكون هناك حربا عسكرية ضد مصر، وإذا ما درست علم آخر الزمان ستعلمون هذا بالتأكيد. لماذا علماء الإسلام في مصر لا يدرسون علم آخر الزمان؟ لأن مؤسسات التعليم الإسلامي لا تعطي إلى العلماء المساعدة التي يحتاجونها لدراسة هذا العلم. كم عدد العلماء الذين درسوا الاقتصاد النقدي الدولي؟ كم منهم؟ أنا عذرا للمقاطعة. الاقتصادية والاتفاقات الدولية التي يتم توقيعها مع صندوق النقد الدولي، كيف يمكن للعلماء أن يعطوا فتوى حول الحلال والحرام في السياسات النقدية؟ لا يمكن أن تقوموا بهذا دون علم. أنا مقتنعة بكل هذا الكلام، ولكن أنا مقتنعة بهذا الكلام بشكل كبير جدا فضيلة الشيخ عمران، ولكن من أجل الوقت، أنا طبعا مقتنعة بضرورة دراسة آخر الزمان، ولو استطعت دراسته بنفسي سأفعل، ولكن أود العودة إلى حكاية الحرب التي ستشنها إسرائيل على مصر. أنت تعتبر أنه بالإضافة إلى الحرب البيولوجية التي تحدثت عنها هناك حرب ستشنها إسرائيل على مصر، هل
ما يحدث من ثورات في العالم العربي له علاقة وكيف سيحدث هذا؟ معلش أنا بطرح كثير من الأسئلة ولكن أود الكثير من الإجابات في أضيق وقت ممكن. Yes, I've already said. لقد قلت لك إن الخطة الأساسية هو استخدام هذه الثورات للإطاحة بمبارك، وبالتالي وضع ما يطلق عليه الديمقراطية الغربية وإجراء انتخابات، وعندما تتم هذه الانتخابات وهو ما قلته منذ عام مضى أن الأحزاب الإسلامية ستحصل على الأغلبية في هذه الانتخابات. كيف علمت هذا؟ عن طريق ملاك، عن طريق إلهام؟ اذهبوا إلى موقعي واقرأوا ما كتبته. إن هذا الاستنتاج توصلت عليه لأن الصهاينة يريدون وضع الأحزاب الإسلامية في السلطة وخاصة في مصر، وعندما تؤدي الانتخابات إلى صعود وبزوغ نجم الأحزاب الإسلامية في مصر سيكون هذه ذريعة يستخدمها الصهاينة، وفي مصر بصفة خاصة ستكون هناك بعض المواقف التي تجعل هذه الأحزاب تبدو بصورة الأحزاب البلهاء. هناك حديث في البخاري يقول أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوجني عندما كنت في السادسة من عمري وأتم الزواج عندما كنت في التاسعة. هذا الحديث يتعارض مع القرآن. ليس لدي الوقت لكي أشرح لك الأسباب، ولكن إذا قبلنا هذا الحديث كحديث صحيح وعندما يتم تطبيق الشريعة في مصر فإن الصهاينة سيدفعون أموال للأسر كي يذهبوا إلى المحكمة ويطالبون تزويج بناتهم في سن السادسة إلى رجال في سن الخمسين، لأن هذه هي الشريعة الإسلامية. وفي قناة على قناة CNN وقناة الجزيرة وفي جميع وسائل الإعلام في العالم يتحدثون عن الزواج المبكر للفتيات، وسيكون العالم الإسلامي مثار سخرية العالم بأسره، وكل من يرغب في وسيحاول الكل أن يتحول، كل الرجال الكبار في السن يتحول للدين الإسلامي ليتمكنوا من الزواج من فتيات صغيرات في سن السادسة والتاسعة. سأعطيك مثال آخر إذا ما سمحت لي. سيدفعون إلى المتزوجين لكي يعترفوا أمام المحاكم الشرعية بارتكاب الزنا، وبهذا على المحكمة أن تعاقبهم وفقا للشريعة الإسلامية على جريمة الزنا. إن الحديث يتحدث عن آية كانت موجودة في القرآن ولم تعد موجودة الآن لأنها أصبحت آية منسوخة، وهذا أمر غير مقبول. فإن مثل هذه الأحاديث تتعارض مع القرآن، وفي الأحاديث نتحدث عن الرجم من أجل الزنا كعقوبة للزنا، وعلى هذا فإن المحكمة ستحكم بالرجم. وأنا أكرر أن هذا الحديث غير صحيح لأن أنه يتعارض مع القرآن، ولكن المطبقي الشريعة سيطبقون هذا الحديث على الرغم من تعارضه مع القرآن، وسيتم رجم هؤلاء الزنا ويتم بث صور هذا الرجم على جميع وسائل الإعلام، وسيصبح العالم الإسلامي أو العالم العربي ومصر مثار سخرية للعالم بأسره. وبهذا تستطيع إسرائيل والصهاينة استخدام هذه الأحداث ذريعة للتدخل في العالم العربي. تحدثت عن قناة الجزيرة، قناة الجزيرة منذ 12 سنة تقريبا تحدثت عنها وقلت إنها تعمل بأجندة صهيونية، وأيضا هناك تصريح لتيري ميسون أظن وهو مراسل فرنسي أن الجزيرة أنشأها اثنان من اليهود هما جان فريدمان وديفيد فريدمان. يعني معلش على أي أساس بنيت بهذا التصريح؟
We do not need to conduct investigations. نحن لسنا بحاجة إلى إجراء تحقيق حول أصول قناة الجزيرة. علينا فقط أن ندرس سلوك هذه القناة والدور الذي لعبته هذه القناة في الثورة في مصر في ليبيا والتي أدت إلى الإطاحة بنظام الحاكم في ليبيا ويحل محله نظام موالي للصهاينة. الدور الذي تقوم به قناة الجزيرة في سوريا من أجل إسقاط حكومة معادية للصهاينة ليتم استبدالها بحكومة أخرى موالية للصهاينة. إذا سلوك هذه القناة يجعلنا نؤكد أن هذه القناة موالية للصهاينة. أيضا من بين التصريحات التي قلتها قلت أنه قلت حضرتك من 12 سنة أن الأطفال في المدارس اليوم سوف يشهدون نهاية الزمان. The reason why I stick my neck out السبب to give these time الذي يجعلني أتحدث عن هذه الأحداث وأن أضع إطارا زمنيا هي محاولة لإفاقة هذه الأمة. إن علماء الإسلام لا يقومون بالدور المنوط بهم خاصة فيما يتعلق بتفسير عالم اليوم والأحداث التي تحدث في عالم اليوم. إنهم غير قادرين حتى على تفسير أحداث الإرهابية التي وقعت أحداث 9/11 التي وقعت في الولايات المتحدة وما الأعمال التي تقوم بها الموساد والمخابرات الأمريكية. قليل فقط من علماء الإسلام الذين علقوا على هذه الأحداث. وقد توصلت إلى نتيجة أنني يجب أن أفعل شيئا لإيقاظ هذه الأمة. لذلك أنا أخاطر بإعطاء جدول زمني، ولكن هذا الجدول الزمني قد لا يكون صحيحا. ولكن إذا قلت أن التلاميذ اليوم سيعيشون ليروا عودة النبي عيسى عليه السلام، إن نيتي هو إفاقة العالم الإسلامي إلى أن الوقت لم يعد طويلا، لأننا لن يجب أن ننتظر آلاف السنوات لحدوث هذا الحدث. إن هذه الأحداث أصبحت قريبة جدا منا زمنيا. أنا أتنبأ أن في القريب العاجل ستكون إسرائيل هي القوى العظمى في العالم وهي محاولة لإيقاظ الأمة. إن إسرائيل بفعل انهيار الخلافة وشكرا لتركيا وشكرا للسعودية وشكرا لدول أخرى أدى هذا إلى سيطرة الصهاينة. لقد درست في مصر لمدة عام، كان عندي 21 عاما عندما حضرت إلى مصر في عام 63 ربما قبل أن تولدي يا رولا، وعشت عاما في مصر. أنا أعشق الطعام المصري ما شاء الله. مصر كان لدي 10 جنيهات فقط، منحة حصلت عليها من مكتب الأزهر لكي أدرس في مصر. كان المسؤول يدفع لي 9.70 جنيه شيخ عمران. أنا علي وقتي نفد. شيخ عمران combined together from the island of Trinidad. شيخ عمران أرجوك تبقى دقيقة واحدة. ما النصيحة التي تود قولها للشعب المصري في هذا الوقت الحرج الذي نمر فيه؟ نصيحة.
I would like to say to the Egyptian people أود أن أقول للشعب المصري أن عليهم أن يفهموا أن علماء الإسلام قد تخلوا عنهم وقد فشلوا في أن يكونوا على مستوى توقعات، وإلى أن نجد علماء إسلام قادرين على تفسير حقائق اليوم في ضوء القرآن والحديث فإن لن يكون هناك أمل. لنأمل ولندعو الله أن يكون لدينا علماء إسلام قادرين على فهم وقادرون على فهم الإسلام والحياة في إطار القرآن والسنة. شيخ عمران حسين العالم والفيلسوف الإسلامي والمتخصص في علم آخر الزمان، أرجو أن ألتقي بك وجها لوجه وأن يكون لنا معا حوار طويل، ووجه لك الدعوة لزيارة مصر في أي وقت أنت على الرحب والسعة. شكرا لك. Inshallah. Thank you very much.